بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وفي هذه الفقرة من على صفحة طارق رمضان أوفيشل، إذن طبعا نتحدث عن الدكتور طارق رمضان المعروف بحواراته وبمناظراته القوية طبعا، وأنا شخص من الكثير من المعجبين به طبعا، نظرا لأسلوبه وبقوة طرحه طبعا في الكثير من النقاشات التي دارت على قنوات فرنسية خصوصا وقنوات أخرى طبعا، هو يحاور بفرنسية وبالإنجليزية طبعا. طبعا هو أيضا أستاذ يدرس مادة لا علاقة بالدين الإسلامي طبعا بأوروبا. سنرى قوة كلماته في هذه التدوينة التي هي بين يدينا، لو سيكل دو لافي. إذا نتكلم عن دورة الحياة، دورة حياة الإنسان. puis le temps passe، ثم الزمن يمر أو ثم الوقت يمر. طبعا نتكلم هنا عن الوقت الماضي، les années que l'on compte، ثم السنوات التي نعدها. طبعا نتكلم عن الوقت الماضي، هذا فعل عدة أو حسبة، ومن كلمة la comptabilité المحاسبة، les années que l'on compte، والسنوات التي كنا نعدها. إذا كما قلنا pour le temps passe، ثم ان الزمن يمر، les années que l'on compte، والسنوات التي نعدها، défile désormais et nous échappe، إذا السنوات التي نعدها او التي كنا نعدها، défile يعني انها تمر كأنها خيط، désormais يعني من الان فصاعدا، ثم أن تنفلت منا، السنوات التي نعيشها طبعا هي تمر كأنها خيط يعني ينتهي في وقت ما، ثم أنها تنفلت منا. les enfants sont devenus parents، الأطفال أصبحوا آباء. les enfants sont devenus parents، طبعا عندنا هنا لو فيرب devenir، on a le verbe devenir، les enfants sont devenus parents، والأطفال أصبحوا آباء. et nos parents redeviennent des enfants، ثم آباءنا أصبحوا مرة أخرى. هنا عندنا لو فيرب redevenir، عندنا فعل أصبح مرة أخرى. رأينا قبلا les enfants sont devenus، ثم عندنا nos parents redeviennent، يعني أنهم أصبحوا مرة أخرى. لماذا أصبحوا أطفالا؟ كما نرى في الصورة، هذا الأب يحمل طفله فوق كتفيه، لكن بعد سنين تمر كالبرق، أصبح الإبن هو الذي يحمل أباه فوق كتفيه، وكأن الأب أصبح مرة أخرى طفلا. إذن كما قلنا الآن، les enfants sont devenus parents et nos parents redeviennent des enfants. ثم notre venue au monde s'est faite dans la souffrance. notre venue، طبعا نتكلم عن الوفير venir يعني فيها الأتى، لكن هنا نتكلم عن la venue يعني المجيء. notre venue يعني مجيئنا au monde، إلى العالم. s'est faite يعني أنها تمت، أنها فعلت. إذن هذا المجيء ديالنا لهذا العالم أنه كان بواحد الطريقة، دون لا سوفرونس يعني في المعاناة. نتكلم أحيانا على لو فيرب سوفخيغ، فعل عانى أو أنك تقاسي، لا سوفرونس يعني المعاناة. إذن طبعا الإنسان عندما يأتي للعالم، الإنسان عندما يولد فهو يبدأ في البكاء وكأنه يعاني شيئا ما. نوتخ فوني أو موند سي فات dans la souffrance، إذا مجيئنا إلى هذا العالم أنه يتم في المعاناة. طبعا الإنسان بعد ولادته طبعا هو يعاني الكثير من المشاكل في الحياة، في الصحة، في أمور كثيرة. إلى تخيستيس أكومبانغا، ثم أن لا تخيستيس يعني الحزن أكومبانغا. طبعا عندنا هنا لو فيرب أكومباني أو فيتير سامبل، هذا فعل رافق ولكن في المستقبل.
أي لا تريستيس أكومبانغا، ثم أن الحزن سيرافق نوتر ديبار، يعني انطلاقنا في الحياة. إذا عندما ينطلق الإنسان في الحياة، إذا أكيد بأن الحزن سيرافقه أترافيغ لي لارم دو نو زيبروف إي لي سوغيغ دو نو جوا لا في نو كيترا أترافيغ، يعني عبر، نقول مثلا أترافيغ لا مير أترافيغ لا روت إلى غير ذلك، يعني عبر البحر أو عبر الطريق. أترافيغ يعني عبر لي لارم، عبر الدموع دو نو زيبروف، عبر دموع امتحاناتنا. طبعا لي بروف المقصود به هو الامتحان، الاختبار او التجربة. اذا اترافير لي لارم دو نو زيبروف، عبر دموع امتحاناتنا، اي لي سوغيغ، ثم عبر ابتسامات دو نو جوا، ثم عبر ابتسامات فرحنا، لا في نو كيترا، يعني ان الحياة ستتركنا. إذا عبر هاد الدموع وعبر هاد الابتسامات الحياة ستتركنا. أسو كي نوزون طون دوني، إلى الذين، أسو إلى الذين كي نوزون طون دوني، الذين كي، يعني الذين ممكن أن تعني الذي إذا أتت مع المفرد. أسو نتكلم على مجموعة، أسو يعني الذين كينو، الذين لنا اون طون، يعني انهم كثيرا دوني اعطوا، طون مقصود به كثيرا او الى حد ما، ممكن تعني في جملة اخرى الى حد ما، لكن هنا تعني كثيرا كثيرا. اسو كي نوزون طون دوني، الى الذين اعطونا كثيرا كثيرا، كم اسو كلنا كوازي، كما الى الذين هم التقونا. تنقولوا بعد مرات انا كروازيت فلان، يعني انني تلاقيت معه، بحال تنعملوا كروه. اذا كوم اسو كلنا كروازي، كما الى الذين هم التقونا، كما الى الذين هم التقونا. اذا هنا نداء للاشخاص الذين اعطونا كثيرا كثيرا، ثم هو نداء ايضا للذين التقونا في الحياه الى غير ذلك. Donnez à ceux qui, humiliés ou blessés, ont demandé. Donnez aux passants qui n'ont rien demandé. Donnez à ceux qui, humiliés ou blessés, ont demandé. Donnez aux passants qui n'ont rien demandé. Donnez. هنا نداء للأشخاص الذين أعطونا كثيرا كثيرا، كما هو نداء أيضا للأشخاص الذين التقونا. Donnez. طبعا عندنا هنا donnez يعني ما مصرفش، هنا ماشي أمر، ماشي دوني افيك او زد. طبعا الافعال اللي تتنتهي ب او اغ، الافعال اللي تتنتهي ب او اغ في النهايه ديالها تتسمع بحال هاد الافعال ملي تكون مصرفة في الامر مع انتم. اقول مثلا دوني اعطو، طبعا في النهايه ديالها او زد. نقول مثلا مارشي، او زد الف المقصود بها تمشوا او امشوا، لكن هنا نتكلم عن دوني او اغ. مثلا نتكلم عن مارشي او اغ، هذا المقصود بها تمشى، او ممكن تعني المشي. هنا دوني المقصود بها اعطى، وممكن تعني العطاء. دوني اسو كي، اذا العطاء للذين هم هوميليي، هوميليي انهم محتقرون مثلا، او بليسي او مجروحين، اذا وهم محتقرون او مجروحين. اون دوموندي يعني انهم طلبوا، انهم طلبوا، طلبوا المساعده، طلبوا العطاء. اذا انتم الذين اعطيتمونا كثيرا كثيرا، او انتم الذين التقيتمونا. دوني اسوكي، اذا العطاء للذين هم وهم محتقرين، هوميلي او بليسي او مجروحين. اون دوموندي انهم طلبوا، انهم طلبوا العطاء لهؤلاء الذين طلبوا. Donnez aux passants qui n'ont rien demandé. ثم العطاء للذين يمرون والذين هم لم يطلبوا. بمعنى آخر، أنتم الذين أعطيتمونا والذين التقيناكم أو التقيتمونا، إذن عليكم أن تعطوا، عليكم أن تعطوا
من فضلكم أعطوا للذين هم محتقرين أو مجروحين والذين هم طلبوا المساعدة، وأيضا من فضلكم أعطوا للمارين والذين هم لم يطلبوا شيئا. إذن من فضلكم أعطوا للذين يطلبون، كما هو مطلوب منكم من فضلكم أعطوا للذين لم يطلبوكم، يعني أعطوا للذي طلب والذي لم يطلب بمعنى آخر. إذن الأشخاص الذين يطلبون هم أشخاص محتقرين، منبودين بمعنى آخر، منبودين من المجتمع أو مجروحين، إذن وهم يطلبون طبعا المساعدة، إذن أعطوهم من فضلكم. دوني أو باسون كي نو ريان دوموندي، ثم أعطوا للمارين عابر سبيل بمعنى آخر، نتكلم على الفيرب باسي كما رأينا قبلا. بوي لو طون باس، ثم الوقت يمر، أو ثم الزمن يمر، أو ثم الزمن يمر. هنا عندنا لي باسون، دوني أو باسون يعني نتكلم عن أعطوا للمارين أو العطاء للمارين. الفعل التي يكون الانفينيتيف راه ممكن يعني الامر، لان نتحدث عن الفعل التي يكون مصرف بشكل صريح في الامر كما ذكرنا. من ضمن معاني الفعل التي يكون ما مصرفش ممكن يعني المصدر يعني العطاء بحال اللي عندنا هنا، ممكن يعني اعطى، وممكن يعني اعطوا، وممكن يعني اعطوا. دوني او باسون كي نو ريا دوموندي، ثم اعطوا للذين يمرون والذين هم لم يطلبوا. دوني دو سون كور، إذا المقصود هنا العطاء من قلبه. المقصود هنا عندما يعطي الإنسان من قلبه، من كل قلبه. دوني دو سون كور، العطاء من القلب، كما عندنا هنا كما تلاحظوا العطاء من القلب. عندنا هنا دوني، هذه العبارة ممكن تعني أعطوا من القلب، وممكن تعني أيضا كما قلنا العطاء من القلب. سي انفيتي لو بيان اترنيل اي لا بوتي انفيني، إذا العطاء من القلب سأنفيتي لو بيان، هي استضافة للجميل، كما نقول هي استضافة للخير. إترنيل الأبدي، نقول عن شيء بأنه إترنيل يعني أنه أبدي لا يموت. إذن عندما تعطي من القلب فكأنك استضفت الخير الأبدي. إلى بوتي أنفيني، ثم الجمال اللامتناهي، لا نقول هنا لابوتي فيني يعني أنه منتهي، نتكلم هنا عن لابوتي أنفيني، نتكلم عن الجمال الغير منتهي. أو شوفي دو لافي، طبعا لو شوفي المقصود به، لو شوفي المقصود به هو رأس السرير، وممكن يعني جزء من مكونات السرير، مثلا المخدة، الوسادة، إذا تسمى أيضا شوفي، لكن هنا عموما نتكلم عن رأس السرير. لكن طبعا هنا عندنا شوفي دو لافي، إذا نتكلم عن رأس الحياة. إذن العطاء من القلب سانفيتي لو بيان إترنيل، هو استضافة للخير الأبدي إلى بوتي أنفيني، ثم الجمال الغير متناهي أو شوفي دو لافي، إلى نهاية الحياة، إلى رأس الحياة. إدو لاموغ، وإلى رأس الموت أو نهاية الموت. كي الذي إغيميديابلومون يعني بدون دواء بمعنى آخر، بدون رجعة. إغيميديابلومون يعني بدون رجعة أو بدون دواء. نقول مثلا sommes-nous donc dans une époque d'irrémédiable décadence، هل نحن إذن في زمن d'irrémédiable décadence يعني في تقهقر الذي لا دواء له، هل نحن إذن في زمن أو في حقبة d'irrémédiable décadence يعني في تقهقر لا دواء له، بمعنى آخر هل نحن في حقبة في تقهقر بدون رجاء، في تقهقر بدون رجاء يعني بدون دواء. إذن هنا irrémédiablement يعني بدون رجاء emporte notre corps، يعني أنه يحمل أجسامنا. إذن العطاء من القلب هو استضافة للخير الأبدي، ثم استضافة للجمال الغير متناهي إلى حدود الحياة وإلى نهاية الموت، الذي بدون رجعة سيحمل أجسامنا. Quand ta mère ou ton père sont redevenus des enfants، عندما أمك أو أباك sont redevenus
عندما يصبحون مرة أخرى des enfants. عندما يصبحون أطفالا tu sais alors. أنت تعرف إذن tu sais alors. أنت تعرف إذن. عندنا هنا لو فيرب savoir يعني فعل عرفة، ومنها لو savoir يعني المعرفة. tu sais alors أنت تعرف إذن avec toute la force de l'amour. أنت تعرف إذن بكل قوة الحب، كل ما أوتيت من حب قوي. إذن أنت تعرف إذن حينئذ عندما يصبح والديك أطفالا مرة أخرى، أنت تعرف إذن بأنه عليك بكل قوة الحب. qu'il n'est qu'une seule façon d'être grand. ليس هناك إلا طريقة وحيدة لتكون كبيرا. ليس هناك إلا طريقة وحيدة لتكون كبيرا، بمعنى آخر بأن هناك طريقة وحيدة لتكون كبيرا في هذه اللحظة عندما يصبح والديك بهذا الشكل في هذه الوضعية. إذن كيف لك أن تكون كبيرا؟ أجنوي توا، اركع على ركبتيك. نتكلم عن لو فيرب أجنوي يعني أنك تجلس القرفصاء أو تجلس على ركبتيك. نتكلم عن لو جونو يعني الركبة، أجنوي يعني أنك تجلس على الركبة. هنا طبعا عندنا لو فيرب ساجنوي، ساجنوي كما تنشوفوا توا هذا راه الصرف ديال سو. أجنوي توا يعني اجلس على ركبتيك، أي دون دون. ثم أعطي، أعطي دو تو طون كور من كل قلبك. اي بخي، اي بخي. ثم صلي، ثم صلي. طبعا عندنا لو فيرب بخي يعني انك تصلي او تطلب او ترجو. ثم صلي او ارجو كون تيزيو بلوغ، عندما عيناك تبكي، عندما عيناك تبكي. تنتكلم هنا على لو فيرب بلوغي. هنا عندنا لو فيرب بلوغي يعني فعل بكى. اجنوي توا يعني عليك ان تجلس جلسة تواضع كما نقول. اجلس على ركبتيك هذه جلسة للتواضع. اي دون دون. ثم اعطي، اعطي دو تو طون كور من كل قلبك. اي بخي. ثم ارجو. ثم صلي كون تيزيو بلوغ يعني عليك ان تستغل هذه اللحظة لكي تصلي وترجو وتطلب عندما تكون عيناك دامعتين، عندما تبكي عيناك. إذن كما نلاحظ بأن هذه تدوينة قوية كعادة طارق رمضان في تدويناته الكثيرة والجميلة. إذن نكتفي بهذا القدر، حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله.